ما نستاهلك للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ما نستاهلك محبس بشف عضب، التعب ويانا ضايع حرق يم كهرب، مقضيها له وما ذاكرينك يوم، نمر بضيج نلقاك من ابو نقرب، ومن سوالفك ناويها خير بخير، من وجه اللي يصب لك تعرف اللي ينصب، منين تريد اسولف ما نستاهلك محبس بشف عضب، التعب ويانا ضايع حرق يم كهرب، مقضيها له ولا ذاكرينك يوم، نمر بضيج نلقاك من ابو نقرب، ومن سوالفك ناويها خير بخير، من وجه اللي يصب لك تعرف اللي ينصب، منين تريد اسولف لو تجي وتشوف كل من على مذهب صار يتعصب، واحد يذبح الثاني لتهضمك جار، واللي يذبح يحس للجنة يتقرب، وبكل ديرة لازم لو خطف لو موت، وعلى كثر الجثث لدروب ما تنطب، شي تتبع حمود وشي تحب حمدان، وحتى ما رغب بالقوة يترغب، وعرك حمدان ويا حمود بس صياح، واحنا نولي والفدوات والأثوب، شات رضاها الله للعرك ترتاح، واحنا المنتجين بيوتنا تخرب، بعد بيمن نثق حتى ليسب الليل، من صار الوقت وياه قاعد يشرب، نحط قبالنا ونقل له قود وقاد، وبدأ ينظر علينا لزوم نتدرب على ضبط النفس، على الهدف، على التركيز، المسؤولية ذمة، عيب نتهرب، قال لنا السواتر تبغى شد رجلين، ويا أول قافلة ترد للسلف يركب، محمد أمتك ضاعت وشعبك راح، والهذا الصعب نقضيه يجي الأصعب، معلمنا المحابس حتى من نطيح ما يدنق الهليل، حيني للرب إيش صاروا أمتك خافت الصيح، لا أم نتخاف الغنم بالعافية على الضب. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، حقيقة الحلقة اليوم تعاتبوني عليها أنا شخصيا، فارس من فرسان الشعر الشعبي الرائعين والمؤدبين والشعراء جدا، من ذي قار الحب والسلام والشعر الكبير والحبيب علي عماد السعداوي، ولا أكبر الحبيب الغالي، شكرا جزيلا، شرفت لك. أنت الغالي، أنت الشرف أبو الأكبر، شكرا لكلماتك اللي نابعة من ثقة ومصداقية، أنا أحبك لك. لله شكرا، أنت حبيبنا أبو الأكبر، الله يعزك، ممنون جدا، يشهد الله أي قدام الكاميرا، ممنون جدا، أنا أحبك، أنت حبيبنا، الله يسلمك، أنت حبيب الجميع، الله يسلمك، أكبر بكلام أهنة ولغته أهنة، ما لك وجه مكروه، الله يسلمك وخليك، شكرا لهذه المقدمة الرائعة، شكرا لطلتك الرائعة، الله يسلمك، شكرا لإدارة القناة ولقناة الأيام، شكرا للكادر الجميل، ويا رب التوفيق لنا ولكم جميعا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا. أبو حسون أنت مقل بال. حتى ما يفوتني أحسنت وعشت يدك القصيدة الرائعة. أنت اللي تخبر. أحسنت. الله يعزك. أنت اللي تخبر. أنت مقل بالظهور الإعلامي؟ نعم. بالنسبة يعني بإرادتك لو الدعوات ما تجيك. والله يا أبو الأكبر أنا يعني أحيانا نلقى البعض إنه هم يسعون للظهور الإعلامي. بالرغم من عدم وجود الدعوات، يعني ما تقدمت دعوات كثيرة، جيد، ما تقدمت دعوات كثيرة، يعني صارت كم دعوة، بعضها صار عائق إنه عن حضوري، وبعضها يعني أنا كنت أحس بنفسي ما مهيئ لها. أما بالنسبة لل يعني بإرادتي بالعكس، أنا أشوف نفسي سعيت كثير يعني، وهذا برهنته من خلال حضوري بالمهرجانات، وانت جميل. حضرتك تعرف أبو الأكبر، انت لك وجودك بالمهرجانات وتعرف
المهرجان هو محطة مهمة جدا مهمة أيضا. جدا يعني يكون بها الشاعر على احتكاك مباشر بالجمهور. برأيك أبو حسين منو أفضل للظهور للناس، البرنامج التلفزيوني لو برنامج المهرجان؟ والله يا أبو الأكبر يمكن هو كل واحد يظهر جانب معين من لا أقصد نعم. يعني شاشة أوسع تكون المهرجان ممكن يظهر الشاعر بي كحضور للشاعر وقصيدة نعم يعني أكثر من هذا ما ينطي يعني ما يقدم الشاعر أكثر من هذا كحضور وقصيدة، لكن ظهور الشاشة ممكن البرنامج يعني يبين ثقافة الشاعر حواره لطيف. يبين الجوانب الأخرى اللي ما يعني ما مكشوفة جميل. من الشاعر نعم. نستهل الحلقة؟ نستهل مثل ما تريد. أي والله أي. أبدأ الحلقة بسيدي ومولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه. سلام الله عليك سيدي ومولاي، وهي رسالة شكوى إلى سيدي ومولاي الإمام علي سلام الله عليه. أقول له ثقلا ثقلا يا علي ومالا محاملهن وعثرا نوقهن ثقل الحمل شلهن. الله الله الله. ثقلا يا علي ومالا محاملهن ثقلا يا علي ومالا محاملهن وعثرا نوقهن ثقل الحمل شلهن. وجيتك نفس يمشي ونفس يعثر بي، الدمع ثقل جفون القوة شايلهن. الله علي وانت ابو الكلفة وهن مو كلفات. نعم ترى الشايف مثلهن ما يهملهن. الله رحت لغيرك وبحسول من البداية رحم والديك. ثقلا يا علي ومالا محاملهن ثقلا يا علي ومالا محاملهن وعثرا نوقهن ثقل الحمل شلهن. وجيتك نفس يمشي ونفس يعثر بي، الدمع ثقل جفون القوة شايلهن. علي وانت ابو الكلفة. نعم انت ابو الكلفة وهن مو كلفات، ترى الشايف مثلهن ما يملهن. رحت لغيرك وقلت له الحمول ثقال بس ما شال منهن قام كملهن. وجيتك يا علي رحت لغيرك وقلت له الحمول ثقال رحت لغيرك وقلت له الحمول ثقال بس ما شال منهن قام كملهن. وجيتك يا علي وفرعت الموشلات وقلت لك راح ادبهن قلت لا خلهن، قلت لك شيل نصهن حدبن مكفاي قلت لحنا الحمول نشيلهن كلهن. وخفن يم حضرتك خفت المرتاح، قلت لك فرعن ردن مكحلهن اللي يرضى يطيح دمعك. خفن يم حضرتك الله عليك خفن يم حضرتك خفت المرتاح، قلت لك فرعن ردن مكحلهن اللي يرضى يطيح دمعك يفرح من الطيح. اي بالله واذا مال حمولك ما يعدلهن. علي 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 وانت تدلل هو منين يفوت ودروب السما من الزغر تندلهن، يفك ريج الصبح من قبتك ويقوم الهلا والمرحبا على الباب شاتلهن. تقل للناس مخوية من الترافل بيك، الورود اللي عطشة الندى تروح لهن، تفتر على المقابر هو وراحة بال تشوفوف البايع عنك ما تفشلهن. تفتر على المقابر هو وراحة بال تشوفوف البايع عنك ما تفشلهن، يلتطش كثر بس ما تقول ابطيت دموعك للي يقل لك عطش تعزلهن. عليك يا مو سهل ما جيك بالسهلات، اللي يعصن كلش اتعناك وتحله، حفظ ماي الوجه عندك حفظ قرآن، الوجوه اللي عرقن غيرك يذلهن. اي بالله صح الوجوه اللي عرقن غيرك يذلهن، مرات بهلا نص الحمل ينشال. اي بالله وانت ابن الهلا وكلهن تعرف لهن، تكرم يلا تنشد ضيف لو محتاج، أصول الدين عندك كلهن أول، تكرم الله يلا تنشد ضيف لو محتاج، أصول الدين عندك كلهن أولهن، لو ما فاطمة ما عرف بيتك باب، بس بيبان غيرك شفك يجلهن، الحمامات شلقن وبصحنك معمنات، علي شنطيتهن خاطر صرت خلهن، يغفن والعشق بعيونهن ينشاف،
ما حد مفتهم بي من مغازلهم، ما حد مفتهم بي من مغازلهم. أهنيك سلامتك، الله يسلمك أبو الأكبر، أشكرك والله، أهنيك من كل قلبي. أشكرك أبو الأكبر، ربي يحفظك ويسلمك، شهادة. هالقصيدة من القصائد اللي كل شحفها. أشكرك أبو الأكبر، الله يسلمك. أي والله الله يسلمك. أنت والخجل توأمان؟ أي نعم، هو المستحى يقولون، إحنا بلغة أهلنا يقولون المستحى، لأن يقولون إنه الخجل هو ظاهرة اجتماعية يعني مذمومة، لكن الحياء حتى قول الرسول صلى الله عليه وآله يقول الحياء شعبة من شعب الإيمان، ما معنى إنه الإنسان يستحي، وارد حتى مذكور بالقرآن الحياء والمستحى. لكن الخجل لا، هذا الخجل يعني أنت ما عندك صفة مذموم. الله يسلمك أبو الأكبر، يقولون من باب مذموم، لكن هو طبعا مخسرك شيء؟ يعني نعم خسرني. الله. أي أحيانا يعني هو أنا أشوف مرات أشوف يعني يروح من حقك لما تستحي، يروح من حقك، يعني ما تقدر إنه تطالب بحقك، ما تقدر تتواجد بأماكن ممكن تفيدك فنيا، ممكن فنيا تفيدك يعني. زين هذا نقدر نسولف شعرا؟ نعم، هناخذ قصيدة يقول، لكن أنا بالمناسبة قبل القصيدة، أحيانا أتمرد علي الخجل والحياء المستحى، أتمرد علي، لأنه هو يعني إذا تبقى دائما يكلفك ثمن باهظ طبعا، يعني تبقى حتى منعزل يعني بسبب حيائك، منعزل ومبتعد. قصيدة تقول تقول لا تهضم دمعتي العدها عشرة وياي، أنا ويا الحزن خيط وخرز والم، شو تريد أبتسم لك وأنا أبو المكتول، أنا ويا الضحك من صرت ما راهن، لا تهضم دمعتي، لا تهضم دمعتي العدها عشرة وياي، أنا ويا الحزن خيط وخرز والم، شو تريد أبتسم لك وأنا أبو المكتول، أنا ويا الضحك من صرت ما راهن، رابو يا الحزن ومقضبي يا سنين، لا تشكل علي وتقول مش شائم، براسي براس غيري، المهم بي الصير، ما ذبيتها ولا دورت عالم، بكهف واشعل ضوى من حجاية المظلوم، ولا طيرا فراش لشمعة الظالم. نعم، ناصيت السما وشايل ملامح قاع، وسالفت الوطن وطلابت الوادم، بعين الدنيا تصغر وانا كبر احلام، وجبتها من الطفولة عاشب وحالب. الله يا علي الله، ناصيت السماء بكهف واشعل ضوى من حجاية المظلوم، ولا طير انفراش لشمعة الظالم، ناصيت السماء وشايل ملامح قاع، وسالفت الوطن وطلابت الوادم، بعين الدنيا تصغر وانا كبر احلام، وجبتها من الطفولة عاشب وحالب، ما علم الجدم يمشي بدرب مسحوق، ولا عود السمع اللوم تلايم، صح نص قفة وثلثين ربع سهام، وما ظل كتر بي من الطعن سالم، بس من توصل ويشتهي الخد الطين، خل العمية تحجي بلمعة الصارم، تعرف تعرف بحجاية كل قفة، صح نص قفة وثلثين ربع سهام، وما ظل كتر بي من الطعن سالم، بس من توصل ويشتهي الخد الطين، أخلي العمية تحجب لمعة الصارم، ترف بحجاي ترويحة حلالا صاد، لكن طير شلوة بساعة اللازم، شايل طبع رحش ما يفرن العوز، يترسني خشن وطعش قناعم، الله انفتش بالضحك واندل الموش أحباب، وما شعلت جمر وعلى الثلج نايم، حيل افهم الدمعة ذبها قوة العوز، وبالعاشق الفاقد لو نهت فاهم، ما صير انغصن تلعب بخلق الريح، ولا ناقضت روحي وعالصدق عازم، انا البي جرح من ليلة العباس، ما حنيت ايدي بليلة القاس، والمت الهوى ويرية الشبات، الله ولعيون الورد بشقد ندم ساهم، ومصاحب الطير وباني عشه وياه، حريتي نبوت شم قفص هادم،
ومعاون النملة وناقل لها شعير، وببال النوارس كم نهر راسم، ومسولف عطر للخان قد دخان، ومغرم بالفقير وعاشقه وهايم، وهطلابة عفه هطلابة عفه بين الفقر والخير. ومن نادم عرفت الخير مو دايم، الراحة وفدولي يجهلون معنى إنسان، الماء عطشان يجهل لذة الصايم. ومو بس الخبز، مو بس الخبز خاطر الملحة تهون، أنا للخان بي من الضلع ثالم، ما رغبت روحي بطلبة المعدوم، واضحك حتى خرب نشوة العاد. سلام. هذا هاي الكلبي. الله يسلمك. هاي الكلبي. الله يسلمك ويحفظك أبو الأكبر. شكرا لهذا الجمال. شكرا لك أبو الأكبر، شكرا لجمالك. عندنا فرصة ناخذ فاصل ونعود. على راحتك أبو الأكبر. شكرا. أحبتنا فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، عدنا وياكم مع الحبيب علي عماد السعداوي. حبيبنا أبو الأكبر، الله يعزك. الله يعزك. أهنيك على هذا الاسترسال والجمال الشعري. أشكرك أبو الأكبر، شكرا لجمالك. الله يخليك. شكرا. ممكن نسولف بصراحة أكثر؟ يعني شوية نضغط على نفسنا بالحياة. أي ممكن؟ نعم جيد. ممكن. أبو حسون، تحس نفسك مظلوم إعلاميا؟ والله يا أبو الأكبر، إحنا هنا يعني مظلوم إعلاميا أول مرة نحدد من قبل من، يعني أنا عن نفسي إذا أتكلم، يعني قصدي أنه نعم. المكان اللي أنت بيه حاليا نعم. هو أقل من استحقاقك؟ أول مرة أحكي على قضية الإعلام، يعني قضية مظلوم إعلاميا، هاي أقوسها نعم. سابقا لما كان نخلي اللوم على الإعلام بظهور شاعر مثلا أو ظهور تجربة جديدة، أو حتى إذا كانت تجربة سابقة، أكو هواي تجارب يعني، وإن كانت تجارب قديمة ما تسلط عليها الضوء. صح. فسابقا لما نجي اللوم أو نعتب، يمكن مو كلش من حقنا، أو مو كلش إحنا يعني أصحاب حق بهذا المجال أو هذا الجانب، لأنه كانت يعني تعرف أنت اللي يقدمون البرامج الشعرية مو شعراء، ممكن إعلاميين، أكو شعراء جميل. ولكن الأغلب قصدك في السابق. في السابق نعم. الأغلب كان إعلامي. أبو الأكبر حضرتك يمكن هاي الدعوة يمكن الثانية. نعم، والشرف أدعيك عاشرة. أنت الشرف أبو الأكبر، أنت الشرف. كانت الأولى بسبب ارتباط والتزام نعم. معين، ما سبحان الله ما انقسم منه يعني، شوفتك نعم. الظهور متشرف الظهور معك. وهاي الثانية ليش؟ لأنه أنت يعني رجل مختص، تبحث عن الشعر، تبحث عن التجارب اللي انت برأيك تشوفها مناسبة ان تبصر النور من خلالك، من خلال برنامجك طبعا. اليوم صرنا نلقي باللوم يعني، وصرنا نشوف انفسنا انه يانا حق ان نلقي باللوم على بعض البرامج الشعرية باعتبار مثل ما تقول روادها ومقدميها شعراء. هسه احنا خلينا نتفق على شغلة. نعم، نتفق انه علي عماد السعداوي المكان اللي هو بأقل من استحقاقه، لو ما نتفق. إذا نتفق عندي سؤال، وإذا ما نتفق نغير. نتفق لو ما نتفق؟ نتفق، لكن بنسبة يعني. إذا بالنهاية متفقين. متفقين. جيد. نعم. من الظالم؟ أنت لو الإعلام حق نفسك. اشتركنا. ها اثنينكم. اشتركنا نعم. ها. اشتركنا بالظلم نعم. يعني أنت. أبو الأكبر العفو. مهمل. العفو. ممكن إحنا أنت سألتني سؤال، إذا نرجع يمكن للبارت الأول. ايه؟ سألتني سؤال، قلت لي عندك هذا الحياء. مأثر عليك نعم. مأثر ممكن هم هو كان نعم صدق؟ هم أكو يعني إلى علاقة، ممكن أكو أمور قد تكون يعني الواحد اليوم يشتغلها حتى يوصل للإعلام. أنا عندي فد شيء ببالي، أنه سفيرك للوصول، جناحك للوصول هو القصيدة طبعا. هسه ما أدري أنه هذا أنا محق. لا طبعا. أنه طريقك للوصول قصيدتك، ببالي انه ما اسعى بشيء ثاني حتى اوصل للاعلام باي شيء. اكو يسعون بشيء ثاني غير القصيده؟ ممكن يعني اكسسوارات. اكسسوارات يعني مو التصوير. اسان ابو الاكبر خو احنا قلنا نسولف براحتنا يعني.
يعني هذا التصوير اللي يعني سيلفي سيلفي أنا يمكن ما مصور. بس هذا مو معيب. أنا ما جاء أشكل عليه ولا أقول معيب. ولا معيب. ولا أقول. بس هذا هو جزء من اليوم. طبعاً. طبعاً الوصول اليوم خو أغلبه أو خلينا نقول أكثر الوصول اليوم عن طريق السوشيال ميديا. صحيح. صح لولا. أنا أساساً السوشيال ميديا تشوفني مقلبية. يعني كسول. نعم فليش قلت لك أنا مشترك أنا والإعلام. لكن إذا كان مقدم البرنامج علي المنصوري هنا يصير لي عتب. هنا أقول أنا منظلم. الله يعزك. نعم إيه. شكرا. هنا أنا أقول منظلم. أما هناك لا أشترك بالموضوع. علي عماد نعم. السعداوي تقول لمن شكرا؟ شكرا طبعا شكرا للأخطاء اللي تعلم هذا أولا. وشكرا لا تريد تشكر شاعر من تشكر منه والله هواي هواي اي هواي ها يعني يمكن اذا اريد اختار لك من مكانات معينه ها 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 اي لموقفهم لقصيدتهم اكو شعراء اقولهم شكرا خدمه الشعر جيد نعم مثلا يعني ما اخفيك سر مثلا اذا اقول شكرا مثلا لي سالم الدبيسي ابو داود الف تحيه له مثلا اذا اقول شكرا من الناصريه اقول لي محسن الدخيلي ايضا اساتذتي ايضا للسماوه اذا اقول شكرا اقول لحسن البركي يستاهل والله صح يستاهل جدا يعني لاموات بودي اقول شكرا لرجل فارقنا وهاي ايام يعني قبل ايام مرت ذكرى وفاته شكرا لجبار رشيد لانه معلم انسانيه الله يرحمه لانه انسان اكثر من شاعر وشاعر كبير شكرا لانسانيتك يعني. شعراء يستحقون الشكر اي نعم نعم تعاتب منه انا اريد جواب نابع من القلب بعيد عن الكلاسيكي هذا السؤال انا غالبا ما اساله دائما بس انه احصل جوابات كلاسيكيه لا مو هي المشكلة راح جاوب حتى لو يعني جاوبني بقصيدة أنت رجل حر نعم ومثل ما وصفت روحك أنت طير شلو نعم الله يسلمك أبو الأكبر ما عليك زود الله يسلمك مصفر سنبلة أنت أنا طلعتني خو خلصتني من قلت لي حتى لو قصيدة ممكن اللوذ بالقصيدة حتى نخلص من الجواب مصفر سنبلة ومتعوب خامة عوز وفقره اللي يستحي وخاصم سنين وكاح ام صوفر الله يا عاد الله عليك الله يا عاد الله يحفظك سلم ام صوفر سنبله ومتعوب خامه عوز ام صوفر سنبله ومتعوب خامه عوز وفقره اللي يستحي وفقره اللي يستحي وخاصم سنين وكاح السكه تنسحق كل ما تموت تعيش التعب جبته بتعب ما سولف المرتاح خلص عمره السكه تنسحك كل ما تموت تعيش التعب جبته بتعب ما سولف المرتاح اي والله خلص عمره شف وعمره ما مقيود هواي تعلمت من شمره المروه نعم وصفيت ايش كثر بالخاب طين وياي وخسرت الشمنه بالنسوال في التفاح الشمس ما غايبه تضيعها فرت قاع افتروا عن ضواي وعن قاله وراح وطحت لكن ندى الله الشمس ما غايبه الله الله يسلمك الشمس ما غايبه الضيح حفرت قاع جميل بالقصيده الشمس ما غايبه الضيح حفرت قاع افتروا عن ضواي وعن قاله وراح وطحت لكن ندى مو طيحه من عيوني تلقتني الهلا من الورد والفلاح الموقف الموقف وطحت لكن ندى وطحت لكن ندى مو طيحه من عيون لا صحيح تلقتني الهلا من الورد والفلاح الموقف يختلف هو الدمع هماي الرماد الساكت ايش قد كان بيها صياح يا هل قال لك مو صدق وعلى اعزاز ليش المثله صارت دمعه التمساح ذمينا الصدى ذمينا الصدى ونعرف الفزع البيه خلص عمره يفزع ورا الصوت الصاح هو الليل طلع للقمر تاريخ بس ظل القمر لابس الليل وشاح
اللي ياخذ على الشكل يظلم هواي قلوب. خذلون الردت هم من نطير جناح. هو الليل الله يسلمك ابو الاكبر. هو الليل اللي ياخذ على الشكل يظلم هواي قلوب. خذلون الردت هم من نطير جناح. يشمون الورد وعيونهم للشوت. تحجب يا عطر للي يكره القداح. اش كثر ذموا الليل وظل باكر ليل. لاقوني وقلت كل الجروح طياح. مثل ما عودت صدر على اللي يحضنون هم عندي ظهر متعود على الرماح. والله رايد خيرهم مو غيرهم. بس ناس صاير طبع بيها على الهجر ترتاح. وكذبت على روحي الحلم بالنيات. وقلت لها الصبر حتى القمر يلاح. خليكم هلا هو الحزن هم ضيف. من ضحكة فجر ليل من امس ينزاح. يعذب بالعطر كل ورد من ينضاف. للشم والقطع نسم بعطر وفاح. حبة حلوة روحي من الاسم تنضاك. أبو الأكبر حبة حلوة روحي من الاسم تنضاك. ويجفون الصرت لعروقهم سباح. شحوا بالهلا بوقت الملاقى الضال. وعليهم وانا نازع بالنفس ما شاح. اش ما تاه الجرف درب السفينة الماي. قالوا تيهت وانا المطر لو طاح. سلام. الله يسلمك. ما اعرف اقول. الله يسلمك ابو الاكبر. والله ما اعرف شيء. الله يسلمك العزيز ابو الاكبر. صفقت ذيك القصيده. الله يسلمك. صفق على هاي القصيده والناس تقول مجامله. شكرا. لكن انا اهنيك من قلبي. شكرا اشكرك ابو الاكبر. وللامانه استضافتك مكسب. الله يسلمك ابو الاكبر. انت المكسب. الله مكسب. يسلمك واشكرك. اهنيك واهني نفسي لان انت ضيفنا. شكرا جزيلا لك. واهني الشعر الشعبي العراقي به. والله انا سعيد جدا أن أكون ضيفك وأتشرف. شرف كبير لي. أنت أخ عزيز أبو الأكبر. الله يسلمك. الله يخليك. الله يسلمك حبك. علي عماد السعداوي. غالبا ما يخلون الأبوذية بالأخير. إحنا وين نخلي الأبوذية بالأخير لو نسولف فيها هسه؟ كيفك أنت؟ شنو بالمناسبة أنت مظلوم بالأبوذية كلش هواي. يعني خليني انا اسولف عنك هسه. يمكن الناس ما يدرون علي عماد السعداوي من البارعين بكتابه الابوذيه. هي الابوذيه تيه. هي الابوذيه طبعا كانت البدايات او ما بعد البدايات. كانت اكثرها ابوذيه حتى يعني في ذاك الوقت. نعم في ذاك الوقت انتشرت بعض الأبوذيات اللي كاتبها. كان ماكو تواصل وتليفون وكذا فبعضها نسبت وبعضها مثلا من بعدين النسبة. بعدين رجعت أطالب بيها أنا. أبو هذا إلي تعال. إحنا موعدنا مشكلة هناك سابقا. يعني سابقا تعرف أنت حتى نسولف يعني براحتنا. أنا دائما أذكر هاي القضية. كان بذاك الوقت يتداولون الأبوذيات طبعاً. بالمناسبة كانوا يودون طارش على قولتهم ولهجتهم على أبو أبوذية. يروح يجيب أبوذية أو ينتظرون شنو يحكي أو يروحون من مكان إلى مكان. هاي بالغراف لو عموم ذي قار السولف أكثر يعني سوق الشيوخ الغراف الشطرة. نعم مساجلات أو بيت تصير عليه مساجلة إلى أن يوصل إلى كذا يعني إلى حد معين. فأنا بوقتها كان عمري صغير. يعني كنت صغير مو يعني بعد الناس ناسنا كانت يمكن اليوم إذا يطلع شاعر وإن كان عمره صغير ممكن نتقبل. ذاك الوقت كان الشياب والكافة شوية نظرتهم إنه يعني إحنا صغار إحنا كذا إيه. فكنت من أكتب الأبوذيات أو أقرأ الأبوذية أقولهم هذا مثلا أقول هذا للسوق الشيوخ او اقول مثلا باعتبار ما يصدق اريد ابعد عني حتى فبعدين لا يابا هاي ابوذياتي مثلا لا احنا مثلا نريد كم من الابوذيات راح ناخذ فاصل ونقوم نقرا. طبعا بالمناسبه انا ما حضرت ابوذيات حتى اقرا هسه. اقرا انا اذكرك مثلا اللي بيت من القديمات يقول
براسي من المصايب غدت والشاه وسر ويا الوقت للناس والشاه دوت كترين بي النار والشاه صيحا تشيش ما تتحيط بي. الله الله لا متيه متيه نعم لوحان يقول بعد فراق دام عمرين أو أكثر التقينا وعلى غير موعد حدق بعيني مليا ولم ينطق بكلمة فقلت له امشبه لو عرف لو شاك لو شاك لو حان لو شايف عيون بدمع لو حان لو حان صحت بضلوع من مريت لو حان ضلوعة وناوشن القطع الله بي. يقول هنا يلقطعت قلب قطع ليك هنا يلقطعت قلب قطع ليك متى يلقطعت قلب قطع ليك ترد واسمع يبشروني الله قطع قطع لي بديرة صيد وانا افتر قطع قطع ليك سلاحك لا يفز جايوس بي الله فقدتك يا تنين صباي فقدتك يا تنين صباي والحيل مشيئته تاه من الرأي والحيل والحيل بيك مركدات الشوف والحيل رحت واثنين هن راح نسوي نعم هنا يلشنت لي بليل برضاي الله 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 هذا نوقف يمه الله يسلمك هنا يلشنت لي بليل برضاي غبت واستاحش الله يسلمك ابو الاكبر هنا يلشنت لي بليل برضاي غبت واستاحش النعناع موش تقول واحد خبك برضاي نفس جروك وانت بوسط ريك الله يسلمك ابو الاكبر كبيره هاي البديه الله يسلمك يحفظك كبيره هاي البديه نعم الله يسلمك ابو الاكبر ناخذ فاصل ناخذ فاصل احبتنا من الممتع علي عماد السعداوي فاصل ونعود اليكم مشاهدين قناه الايام عدنا وياكم مع الممتع جدا علي عماد الله يسلمك ابو الاكبر ابو حسون الله يحفظك امانه تسلمنا على الغراف الله يسلمك يوصل ان شاء الله انت شلت من الغراف عليك اي للمركز هسه للمركز للمركز للناصريه والنعم. هاي المعلومه ما حد دري شلون شلون دريت شلون ابو حسون اعداد وامور تفاصيل ابو عليك انت علاقتك بسبب انشغال يعني عمل او غيره عملك بالناصريه حاليا ممكن ممكن يعني ممكن ارجع وجوز إذا رجعت هم تدري يعني احتمال تدري قبلي ما أدري شو دريت أحلى الحب نسأل عليه الله يسلمك الله يخليك المهلهل نعم يذكرك بزير سالم نعم صح نعم إن كتب الدم لا تصالح نعم كليب يقول لزير نعم لا تقبل بصالح علي عماد المن لا يصالح قلت مرفوض قالوا بالك تموت لا تتطرق لهاي المسائل ترى نعيش بزمن كالتالة العقول تريد تعيش ظل إنسان جاهل قلت مرفوض قالوا بالك تموت لا تتطرق لهاي المسائل ترى نعيش بزمن كالتالة العقول تريد تعيش ظل إنسان جاهل غشم روحك وقول النزف ماي حتى تظل بعيد على المشاكل لا تنقد غلط رب الغلط هاي توقف غصن بوجوه المعاول حسن من البداية أرجوك قلت مرفوض قلت مرفوض قلت مرفوض قالوا بالك تموت تموت لا تتطرق لهاي المسائل ترى نعيش بزمن كالتالة العقول تريد تعيش ظل إنسان جاهل تريد تعيش ظل إنسان جاهل غشم روحك وقول النزف ماي الله حتى تظل بعيد على المشاكل لا تنقد غشم غلط روحك غشم وقول روحك وقول النزف ماي وقول النزف ماي حتى تظل بعيد على المشاكل لا تنقد غلط رب الغلط هاي توقف غصن بوجوه المعاول ولا تنصح غشيم تصير مكروه وبوقت شاخة الدفلة على السنابل شوف الغلط واسكت عندك عيال اللي طالب بحقه يصير عايل
لا تنصح غشيم الله. لا تنصح غشيم تصير مكروه وبوقت شاخة الدفلة على السنابل شوف الغلط واسكت عندك عيال عندك عيال اللي يطالب بحقه يصير عاين السياسي اللي ما يعجبك قل له مولاي وسنبل دنك قبال المناجل رقبتك سالمة وعيالك بخير ومقابل ذن يطونك مقابل قلت ذن اقدر الهن بس والحسين شقل لو انا لفهيهات قايل يصير اخسر سمعت بحجة رغيف وامدح ناس تكبر بالرزايل النفس ما يتعطوى بعركة الشوق انا مذبوح ليش بدم جامل انا بوقت المناضل شابع صياط وجان الشارد وصار المناضل دم العسوات رضان نيشان والما شافهم صار المقاتل والدم جثثهم ترست القاع ولدهم صارت قصور ومحافل عشت شجرة بكتف ما هاد القاع وترست بطون اللي يقلوا لي حايل العلم عندي هوية وعدهم قماش الله لبسوا بالصور وانا من قاتل العلم عندي الله. هوية الله يا علي وعدهم قماش لبسوا بالصور وانا من قاتل واذا طارت رقبة الطاير يعيش حلمت كم عاش قمتان الزواجر مو ضد النخل ضد اليميلون اكره اللي يطلع من العدل مايل اكره اللي يطلع من العدل مايل شق اللافتات اللي بيها مكتوب من تنولد عامل موت عامل واكفر بالحكي اللي ما بيه فعل زين شق اللافتات شق اللافتات اللي بيها مكتوب من تنولد عامل موت عامل واكفر بالحكي اللي ما بيه فعل زين اللي يظل مرفوع بس العاش فاعل ومو شغلة رسائل ولا يم الرسائل عضل جاي امامك ما يجي بحكي الرسائل اخذ ابو مسك الله يسلمك والله ابو مسك الله يسلمك شكرا 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 لك الله يسلمك الله يسلمك ابو الاكبر الله الله يسلمك الله يا علي الله عليك اشكرك ابو الاكبر شكرا لهي القصيده والله محروقه قلوبنا يا ابو الاكبر انسرقت احلامنا ضاعت اماننا مستقبلنا مجهول سولف عن شعب الشديد. كامل انت طبعا عن شعب كامل الاطفال راحت احلامها الله يا علي الله شق اللافتات اللي بيها مكتوب شق اللافتات اللي بيها مكتوب من تنولد عامل موت عامل نحكي بحرقه والم للاسف الشديد يعني للاسف الله الله يسلمك ابو الاكبر الله يحفظك ذكرتنا بالعائلة والأم وهاي التفاصيل الحقيقية اللي تصير نعم يقولون قصيدة الأم صعبة أنا عن نفسي أشوف صعبة ما تنكتب الموضوع نعم. كبير والله يا أبو الأكبر ولو الحسد مو زين يعني بس صراحة أحسد اللي يكتب عن الأم أشوفها أكبر من القصائد وأكبر من الشعر نعم إيش قد حاولت يعني مرة صار بقلبها شوية عتب علي الله يعني قالت ما كتبت لي أو ما كاتبت أهدي لها يرحم والديك والله أبو الأكبر صراحة أنا يوم من الأيام يعني أعتبرها سلمنا عليها الله يسلمك حجية يوصل. سلام خاص الله يسلمك أبو الأكبر ويحفظك إن شاء الله يوصل سلامك أكو يعني قصيدة مو على بالي لمحمود درويش الشاعر محمود درويش الشاعر الكبير يعني ما معنى يقول وإني ما معنى إذا ما مت أخجل من دمع أمي هيك ما معنى أبوس خدك شوية فدوة أروح لك قبل ثلاثة أيام نشرت منشور بستوري وكأنما حزورة نعم قلت عائلة محسن تتكون عائلة محسن عنده ثلاث زوجة وثلاث بنات نعم كل بنية عندها أخوان اثنين خوش حجي فش قد المجموع مال العائلة من بعد ما ماتت زوجة محسن هذا أكيد السؤال بالستور موجه للجمهور أنا ما مشمول بيه موجه للجمهور أنا شاهد الكلام نعم كلك شاهد التعليقات أنه أنا كنت أترجى أرقام عود اللعبة كل أخت لها أخوان اثنين هن كلهم يشابون أخوان اثنين هم أخوان اثنين وثلاث بنات خمسة واثنين الأم والأب سبعة مات واحد ظلوا ستة نعم فاجأني تعليق نعم حتى نشرته ايضا العفو فاجأني رد
قال من ماتت الأم لا عدد الله لا قيمة للعائلة الله بعد الله 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 عظيم جميل الله فحقيقة والله يا أبو الأكبر الله يحفظ الله يحفظ أمهاتنا إن شاء الله ينطيهم أمين يا رب العالمين السلامة إن شاء الله هذا يعني أنا خاف تسمعني وأضوجها لأن هي عاطفية بشكل وعلاقتها بي تختلف فخاف تسمعني وأنه تحزنها القصيدة أو الموضوع هذا أشبه بالشبح اللي رافقني دائما واللي يرعبني الله. فراق الأم يرعبني إن شاء الله عمرها طويل الله يسلمك أي بالله الكريم فأنا قلت يعني خصوص هذا الموضوع قلت يمها مقطوعة صغيرة قلت لك القصيدة هي أكبر من القصيدة نعم قلت يمها وخايف من فراقها يمها وخايف من فراقها هواي وبقلبها وصارت أمنيته وصل له يمها وخايف من فراقها هواي هواي بقلبها وصارت أمنيته وصل له بفيها وخايف من شموس الأيام الوقت بس لا يوازين على ظلها اللي معلمتني أكتب كل شي للناس أمنيته تعلم شلون أكتب لها. الله اللي معلمتني أكتب كل شي للناس أمنيته تعلم شلون أكتب لها المتعوبة بخلق من الدل اللول لحد ما شيبت حتى بكحلها المتعوبة بخلق من الدل اللول لحد ما شيبت حتى بكحلها الحلوة القاعدة وياها التعب لون الكل ما تكبر يخبل شكلها الوادم من تنام تحط الحمول وام تنام ليلية بحملها الله. بفضل جفوفها الخشنات ترفين معنا. والخاطر ولدها الزعل أهلها إش ما نكبر نخل ونحمل عثوق هي القاع ننهز نرجع لها الله. لطتنا عمر من نية ما بي التوقف بالنفس بيها شوقف لها لطتنا عمر من نية ما بي من نية ما بي التوقف بالنفس بيها شوقف لها كون الدنيا بيها مبادة لسنين شا كل السنين الطيهن لها الله 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 كون الدنيا بيها كون الدنيا بيها مبادة لسنين شا كل السنين شا كل السنين الطيهن لها اي ابن ادم اي ابن ادم الحبوك يضغون وامك ما حد يحبك مثله حنينة ومن تشوف القمر سهران تظل قاعدة تحس بي طفلها بس هي السنة تفهمها شو تريد من تعطش تظل تنقط لها من تعطش تظل تنقط لها اللي معلمتني اكتب كل شيء للناس ومنيت اتعلم شلون اكتب لها الله يحفظ والدك حتى قصيدتها ما احفظها يعني الله 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 يحفظك ابو الاكبر الحبيب والله يرحم جميع الله يحفظك الرحمه لجميع امهاتنا المتوفيات والله يحفظ الباقيات ان شاء الله وصلنا للختام اعتقد مثل ما يقول السيد المخرج بقينا نعم. 4 دقائق نعم وانت على قول تهنى خيال وبيدك رمح انا بدي طبعا كان بدي انه اضيف قصيده وجدانيه ولكن في بالي انه اقرا لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى سيدي ومولاي قصيده هي من الواقع شكوى اقول له قليل العمر بس هواي الاحلام قليل العمر بس هواي الاحلام بس هواي الاحلام اش ما فكر بفرحه الغيبه تمنع عمر جبت انت غايب وانا مشتاق وتدري ومرات اللي يغث الشوق يجزع حلم ظل عنده شوفك واقعد وياك وسولف لك سوالف بيها تقنع مثل هسه علي اش قد نلطم عليه ونحبش كثر ونريده يشفع بس لو شاء ربك حيدر يعود ناس هواي كلش منه تجزع نعم لازم نطيع وما حد يسيء ونتواضع هواي وكل شي نسمع ونخلي اليتامى عايشة بخير الأمير يجوع والجوعان يشبع وبالليل الخليفة يدق على البوب يوزع على اليتامى وعينه تدمع ويقول السياسي خادم السياسي خادم الناس شو تشوف انت يا هل حكمه يخضع بلا رشوة ومناصب وامتيازات يا هل بالحكومة تشوفه يطمع من اسولف لك علينا قلبك يشيب
إيش قد تاني أنا شمسك حتى تسطع؟ الصور الزين البينة ذا جيت ذا بيها مجالي يقول لك ارجع الله. بعد هالدنيا تسوى وناسك بخير ظل بغيبتك هالسلة تطلع. هو الممثلنا يفيدنا شلون؟ وأكد لك بعد من حيث لبشع، إذا صرت أنت قائد واحد تقول إلي القادة لازم كلها تتبع، إيش تتصور جناب القائد فلان من تقله جند الصير يقنع؟ لا والله. هي المشكلة مولاي بالناس، هي المشكلة مولاي بالناس. الصور من تقلهم أنا مرجع، ولا واحد يصرح وأنا موجود، وما أسمح لواحد رأيه يرفع وتقله السياسي حطك حساب، وتقله أبو عمامة التاج ننزع. شو تشوف البعض؟ البعض مولاي يرضون وسط هذا التصحر ثورة الباع. من هذا أنا أقول لك غاثنا الليل ومحتاجك وريدك نجمة تلمع، وفز عنك الثورة كادت تموت وعمك من نجلها جفوف قطع، تلم الشمل توحد الآراء. المهم من تحكي كلمة كنا نسمع، المهم من تحكي كلمة كنا نسمع، وسولف لك على الما مقتنع بيك. الكل ما قلنا تطلع روحه تطلع الله، وتهدم القصور وتبني البيوت وتحصد شك ودمعه وبسمه تزرع. وحقك هسه وقتك، هسه وقتك باكر هواي، وحتى الصوت يبطر يدك اسرع. سلامتكم. الله الله يسلمك ابو الاخ. اليوم اريد نختم الحلقه وقفه انا وياك. يا الله ان شاء الله مثل ما وعدتكم. شكراً لكم وشكراً لعلي عماد. شكراً لك أبو العقل. بالله الكريم. شكراً لمشاهدينا، إن شاء الله كنا خفيفي ظل عليهم. شكراً للكادر اللي شعراً وأدباً وأخلاقاً. الله يسلمك أبو الأكبر الحبيب. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، شكراً لكم جزيلاً. في أمان الله. في أمان الله.